لا ينبئك قدر خبير ومدرب. معنا على الهاتف الكابتن حماده صدقي. كابتن حماده اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم، وحشني جدا. وحشنا وطبعا كتير يا الكابتن كابتن. عادل حبيبي، طبعا وحشنا والله. انت وحشنا كتير يا كابتن. ازيك؟ كان نجم كره السله. ده اللي عارف اللي فيها. كان بيلعب منتخب مصر الناشئين ايوه في كره السله، صحيح. انت ما حدش يعرف ده. هو ده بلي ميكر لعندك. هو يعني جسمه يقول ان هو صانع لعب صانع سله لعب كويس. بلي ميكر. صحيح بالظبط صحيح. كده. قول لك يا كابتن، شايف مباراه بكره ازاي؟ شايفها صعبه، صعبه جدا طبعا. صعبه. يعني بص، يعني لازم نشيل حسابات الماضي، بالنسبه نشيل حسابات ماتش الترجي اللي كان من فتره، اللي هو اتعادلوا بالظبط هنا ورحنا كسبنا هناك. بالظبط. الدوافع اختلفت والامور اختلفت تماما، والحاله نفسها بتاعت الاهلي وحاله الترجي اختلفت طبعا. مستر كارتيرون في الفتره اللي فاتت شفنا المستوى في الدوري، البطوله العربيه، المستوى مش هو ده. هو في حسبه تاني بيحسبها طبعا، حته ازاي اوصل للمباراه النهائيه بالمجموعه كلها الاساسيه اللي موجوده معايا، تبقى متواجده في الحدث الاكبر. يعني ده انا شايف تفكير مستر كاترون في حته الروتيشن والتغييرات والحاجات ديت، ازاي يوصل. بس بنامل طبعا اللعيبه اللي راجعه من الاصابه تبقى ان شاء الله اكتملت فنيا وبدنيا، تبقى جاهزه للقاء. مباراه صعبه جدا جدا، وانا شايف المباراه ان شاء الله لازم تخلص في مصر، برج العرب، مش هنستنى الماتش اللي هناك. يعني نقول لا، احنا اصل احنا حظنا هناك عامل ازاي. انا مش بقتنعش بكده خالص، انا بقتنع بالواقعيه اللي انا عندي. العوامل الايجابيه كتير عندي موجوده، الملعب والجمهور. ملعبي هستغله، لازم استغله احسن استغلال. ايوه. واخلص ان شاء الله بحاجه مريحه بالنسبه لي، عشان المباراه ان هي وضع الكاس في الاستاد بيبقى ليه وضع مختلف طبعا. طبعا التاريخ، والاهلي عمل حاجات كتيره قبل كده، وعمل شغل كتير جدا في رادس لكن ده ملوش علاقه بالواقع. لا بالواقع، لا لازم نعتبر ان دي اول مره نقابل الترجي. والماتش اللي فات بتاع الوصل فيه ثلاثه مهاجمين قريبين قوي من ثلاثه مهاجمين بتوع ترجي، البلايلي وانيس، والعيبه كويسه جدا في السرعات اللي قدام، هم اللي بيعملوا الشكل. عنده سنتر اقوياء جدا، كولوبالي، والراجل برضو الافريقي اللي جنبيه، اثنين اقوياء جدا. الوضع اختلف، يعني لازم طبعا الحسابات تبقى مختلفه في الماتش دوت بشكل كبير جدا. ازاي اكسب في ماتش مكسب مريح ان شاء الله. في لعيبه معينه تتوقع تألقهم بكره؟ يعني انا نفسي الاهلي كله يتألق ان شاء الله. ان شاء يا الله رب ان شاء الله. نص الملعب يبقى واقف كويس ان شاء الله، يبقى جاهز كله مكتمل، مفيش اصابات عندنا، الناس كلها جاهزه للقاء بشكل كويس جدا. الاهلي لما بيلعب الكره الجماعيه، الاستحواذ والحاجات الجميله بتاعت النادي الاهلي، بيعمل مباراه كويسه، اداء كويس ونتيجه. فالميزه بتاعت النادي الاهلي الضغط القوي، الاستخلاص بسرعه، تدوير الكوره، الاستحواذ، السرعات الاماميه، تحرك وليد سليمان نجم النادي الاهلي طبعا بتاعت المجموعه اللي حواليه، كان موجود اسلام محارب، كان ازارو، حمودي لما بيلعب، حسام عاشور، السوليه، المجموعه كلها، احمد فتحي، ايمن اشرف، تريف كولبالي، سعد سمير، الشناوي او شريف، المجموعه كلها ان شاء الله تبقى الحاله بتاعتها كويسه، عشان مباراه يعني بقى لنا كتير ما خدناش بطوله افريقيا يمكن من 2013. صحيح. فمحتاجين طبعا المباراه دي، كل الناس محتاجه، الاهلاويه كلهم وجمهور مصر كله محتاج يشوف النادي الاهلي تاني باذن الله في الامارات كاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وانت مدرب للمنتخب يا كابتن حماده، تستغرب واحد زي وليد وانت شايف وليد سليمان في افضل حالاته يبقى بعيد عن المنتخب؟ يا استاذ ابراهيم والله انا قلت الكلام دوت، مش الحاله مش 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 حاله وليد دلوقتي. السنه اللي فاتت. ايوه. قلت في اثنين انا كان لازم موجودين في المنتخب، نمره واحد وليد سليمان، نمره اثنين السوليه. يمكن السوليه اتصاب، لكن قلت وليد لازم كان متواجد مع مصر في كاس العالم. صحيح. اتظلم. ده من انا والله مش دلوقتي، لو جبت اي حوار ليا او اي مداخلات او اي حاجه في قناه بحلل حاجه. ايوه. بتكلم على وليد من زمان. ان وليد لازم يتواجد في المنتخب. وليد اتظلم، ما راحش كاس العالم مع منتخب مصر. ايوه. نتمنى بكره ان شاء الله يقدم حاجه تسعد الجمهور هو وكل زمايله باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله.
نفرح بكره باذن الله ان شاء الله. شكرا جزيلا للكابتن حماده صدقي نجم دفاع منتخب مصر والنادي الاهلي.